السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم على مرحبا بكم على قناتي أو القناة التي نشأتها خصيصا من أجل الربح من الإنترنت أو طرق الربح من الإنترنت. على بركة الله سأشرح أول طريقة للربح من الإنترنت والتي ربحت منها أنا شخصيا 10.5 يورو أو أي ما يعادل 14.5 دولار. على بركة الله سأقوم بفتح نافذة جديدة، بعد ذلك سأقوم بنسخ رابط الذي سأضعه على وصف الفيديو إن شاء الله. هذا الرابط، بعد ذلك نقوم بنسخ الرابط هنا، نضغط على زر انتري، ننتظر قليلا حتى يمر الإعلان، بعد أن يمر أي 5 ثواني حتى يمر الإعلان، بعد ذلك سنضغط على تخطي الإعلان. الآن بصير نونس تخطي الإعلان. الآن هذه هي النافذة التي تهمنا إن شاء الله، التي ستظهر لكم بعد الضغط على الرابط الذي سأضعه على وصف الفيديو. إن كنتم جددا على موقعي الضغط على انسكريبسيون، كتابة إيميلكم الخاص، الكلمة السر، إعادة كتابة كلمة السر، وتفعيل اشتراككم عن طريق الذهاب إلى الإيميل في هذا الموقع. بعد ذلك سأدخل الآن إلى حسابي على هذا الموقع، سأقوم بكتابة كلمة السر الخاصة بي لأريكم طريقة اشتغال هذا الموقع وحسابي أيضا والأرباح التي تحصلت عليها. الآن هذه هي النافذة التي تخصني في هذا الموقع كما ترون. لدي نقطة واحدة، أي النقاط أو التوكنز كما تسمى، كما ترون الآن توكنز. هذه النقاط يعطيك الموقع عند استكمال أي من العروض أو أي عرض من العروض. سأريكم كيف تتحصلون على النقاط. وهذه هي أرباحي كما ترون على هذا الموقع، 10.57 يورو. هذه نقاط الفي اي بي التي تكمن أهميتها في بعض العروض، لأن هناك بعض العروض التي تفرض عليك التوفر على عدد محدد من النقاط الفي اي بي. نعم، الآن مشاهدينا سأدخل إلى أوفرز، تضغطون على زر أوفرز. هذه مجموعة من الشركات التي لها شراكة مع هذا الموقع، وهذه الشركات تعطيك عروض عند تكملتها على حسب البلد الذي تقطن فيه. فهناك بعض العروض التي لا تشتغل عندي أنا في البلد التي أقطن فيها الذي هو المغرب. بالنسبة لكم، بما أنكم ستكونون جدد على الموقع، فأنا أنصحكم بالدخول إلى جميع هذه العروض وأن تروا الشركة التي تناسبكم والتي ستربحون منها. أنا شخصيا أنا أقوم بالذهاب 90% من المرات التي أدخل فيها إلى الموقع، أقوم بالذهاب مباشرة إلى توكن أدس. ستكون هنا بعض الفيديوهات أشاهدها كما ترون. هذا الفيديو سبق لي أن شاهدته وربحت نقطة، إذا لا يمكن لي مشاهدته مرة أخرى. وهناك بعض الفيديوهات أقوم وأكتفي بمشاهدة الفيديوهات، وهناك طريقة أخرى أقوم بالربح عن طريقها سأريها لكم بعد قليل. الآن سأعود إلى بريزونطاسيون. هنا بما أنكم سأقوم بإعادتها مرة أخرى، هناك العرض الذي مثلا هذا العرض هو الذي يفرض عليك التوفر على نقاط محددة من الفي أي بي تي أل بي. كما ترون الآن هذا يفرض عليك التوفر على 5 نقاط فما فوق في أي بي، وأنا عندي 18، أي أنا مخول لي الدخول إلى هذا العرض. أقوم بالدخول. نعم، كما ترون هذه هي العروض فيها تيريال باي. إذا أردنا أن نرتبها من الأكبر إلى الأصغر، نقوم بالضغط على كروسون، تنتظر قليلا. وثم هناك عروض لأندرويد عندما تقوم بأنستال لهذا البروجرام أو لهذا البرنامج أو هذه اللعبة على الهاتف أندرويد أو نظام أندرويد الموجود في الهاتف، تقوم بربح 5 توكنز. نعم مشاهدينا، الآن سأريكم طريقة تحويل النقاط إلى نقود كما ترون. نقوم بالضغط على التوكن أوروز، تليك كونفيرت أو تحويل. نقوم الآن عندي 10.57 و 579، وعندي نقطة أي توكن تساوي هذه النقطة تساوي 0.008 سنت، أي تقريبا سنت دولار. يعني الآن عندما أقوم بالتحويل الآن نرى 10.586. وطريقة تحويل الأموال إلى بنكك الافتراضي باي بال، تقوم بالضغط على بوتيك، بعد ذلك تقوم بالضغط هنا، تقوم بمرأة الاستمارة. مثلا أنا عندي 10.58، ثم أقوم بكتابة اسمي والاسم العائلي، ثم البريد الإلكتروني الخاص بالباي بال، ثم الرقم الخاص بالبنك الافتراضي باي بال عندك هنا، ثم الموقع يأخذ على أي
أي مبلغ يأخذ عملة 0.15 أورو، سواء حولت 10 أو 20 أو 30 أو 40 دولار، فإنه يكتفي بأخذ 0.15 يورو، أي أنه سيقوم ببعث 10.43 أورو إليه. نعم مشاهدينا، الطريقة الأخرى التي أربح منها في هذا الموقع هي عن طريق الذهاب إلى أكوي هنا ثم باريناج، أي دعوة الأصدقاء. هذا الرابط الذي يعطيه لك الموقع، تقوم بدعوة أصدقاء أو مستعملين جدد لهذا الموقع لكي يدخلوا عن طريقك. بعد ذلك يقومون بتسجيل هنا تلقائيا، مثلا هذا ربح 542 توكن، وأربح أو العمولة التي تلقيتها من الموقع عن طريق هذا الشخص هي 54، أي 10% من أرباحه، ليس من أرباحه وإنما 10% من أرباحه يعطيها لي الموقع وليس الشخص. نعم مشاهدينا، كما ترون ربحت ما مجموعه 379 توكن. عندما نقوم بعمل حسابية بسيطة، 379 مضروب في 0.008 أورو، أي أنني ربحت 3.03 يورو عن طريق الأصدقاء. نعم مشاهدينا، لكي أقوم بتوضيح أن هذا الموقع ليس نصاب أو موقع الربح منه مضمون 100%، أقوم بالذهاب إلى موقع شهير من أجل اكتشاف الموقع النصاب، اسمه سكاما ديفايزر كما ترون. سأقوم بوضع رابطه على الموقع على وصف الفيديو إن شاء الله، وتقومون بنفس الطريقة أي تخطي الإعلان. بعد ذلك سندخلون إلى سكاما ديفايزر هذا. بعد ذلك أقوم بنسخ رابط الموقع GPT1، أي هذا الموقع. بعد ذلك تشيك إت ناو، تفحص هذا الموقع، ننتظر قليلا. هنا كما ترون نسبة أمان هذا الموقع 78%، نيو سايت ويزاوت فيدباك، يعني أن هذا الموقع موقع آمن، ولا تخاف أي كلما كانت النسبة المئوية أكثر من 50% فإن الموقع لا توقف منه. إذا وهنا ستجدون آراء الأعضاء إن كانت هناك آراء. نقوم بالعودة إلى الموقع، هذه هي كل المعلومات عن هذا الموقع كما ترون. وهناك أيضا امتحان للذين يقومون بجلب أكثر عدد من الأصدقاء أو المستعملين الجدد للموقع كما ترون. هناك أشياء كثيرة يمكنك استكشافها في هذا الموقع. أتمنى أن يكون الشرح كافي ووافي للمشاهدين. شكرا لكم على حسن الإصغاء، ونلتقي بكم إن شاء الله في فيديو جديد. ولا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك معنا في القناة ليصلكم أي جديد، ولايك بسيط للفيديو إن أعجبكم. وإن كان لديكم أي استفسار فلا تبخلوا أو لا تكتبوا لي الأسئلة تحت الفيديو إن شاء الله، فسأقوم بالرد على جميع الأسئلة. شكرا لكم وإلى لقاء قريب إن شاء الله. والسلام عليكم.